عايز اتكلم برضو معاك كابتن اسلام في رساله كمان لازم كمان نوجهها، وتحيه لجماهير المغرب المغرب مفيش طبعا شك طبعا. طبعا يمكن كمان الجماهير اللي كانت قليله شويه في مباراه النادي الاهلي خاصه في الشوط الاول، لان كان طبعا الوداد بيلاعب الهلال السعودي، ولكن بدايه من اول ما النادي الاهلي نزل للمغرب وفي حفاوه كامله على مستوى وزاره الرياضه، على مستوى المسؤولين الكبار، على مستوى الحكومي، على مستوى الجماهيري. وده بيعكس مدى يعني العلاقه ما بين جماهير النادي الاهلي او المغرب، جماهير المغربيه بشكل عام والنادي الاهلي. وشفنا قد ايه المؤازره في اول حتى اول مباراه للنادي الاهلي امام اوكلاند سيتي، واللي جاي برضو اعتقد واللي جاي حاجه كده يعني خلاص يعني طبعا عرض لك للولاد خرج، واكيد ان شاء الله كل الجماهير المغربيه تتواجد وبتشجع النادي الاهلي ان شاء الله، تكون ملحمه ان شاء الله يوم الاربعاء بتواجد عدد كبير جدا جدا من الجماهير المغربيه، وكمان في جاليه لا باس بها، وجماهير النادي الاهلي كمان متواجده في المغرب ان شاء الله لمواصله ان شاء الله المشوار المونديالي. وليه لا؟ يعني زي ما بنقول كل شيء وارد في كره القدم، مباراه للتاريخ. وانا لو بفكر او حاسس باحاسيس اللعيبه اعتقد هتكون مباراه كبيره.